حاجة من فوق وفي حاجة من تحت مش عايزها تطلع لي على فوق. فقال استنوا يا جماعة انا هعمل لكم حاجة اسمها رو ان واي لوب، لوب يوني دايركشنال، حتة لوب انتستين يوني دايركشنال، يجيب اللي انت عايزه وما يطلعش اللي تحت عليه. روح لي في الصفحة الفاضية واكتب عنوان كبير اسمه رو ان واي. انا لو بحط الماجستير احط سؤال applications of رو ان واي. تعالوا معايا عيشوا معايا رو ان واي، ماذا فعل رو؟ الراجل ده جبار فكرة، وانا بزعل من نفسي قوي لما الاقي افكار زي كده انها ما اخترتش على بالي لوحدي، لكن خلاص ده بقى عطاء من ربنا الناس، لكن ربنا يبعت لنا حاجة نخدم بيها الناس كلها كده زي الراجل رو ده. بصوا يا حبايبي اهو ادي، عيشوا معايا الرسم الاولاني اهو. هنقول ان هنا كده ده ايه، ده بي كويس، وشق الانتست هياخد بي دي يطلع بيها فوق، كتر خيرك اهي ادي بي طلع بيها فوق وخد ايه خيطها في بي. ادي بي واللوب ده 50 سنتي والبريستالستيك ويف بتاعته كانت كده لو فاكرين. حلو، الاكل مثلا في الرسمه بتاعتنا الاكل ده هيمشي كده 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 وينزل كده. خد بقى اللوب ده وصله باللي انت عايزه، باللي انا عايزه زي مين؟ خد مثال، انا النهارده ادي ليفر ادي بايل داكت وقصيته، هيقول لنا الكلام ده في البيليري خلاص، فوصل ده بالبايل داكت، يبقى اللوب ده يجيب لي بايل والاكل يقابله هنا، وكده الاكل ما يطلعش على البايل داكت يعمل لي كولانجرايتس. خد مثال تاني، ايه رايك لو شلنا الاستومك كلها؟ حلو شلناه، واخد اللوب ده احطه في الاسوفجس، يبقى اللوب ده هيجيب الاكل من الاسوفجس مش البايل، امال البايل هيجي من هنا من السكند بارت، يبقى ده جايب الاكل ده جايب البايل وده جايب الاكل. اذا الرو ان واي مش شرط اللوب بتاع الرو جايب حاجه معينه، ده يجيب اي حاجه. هي في الاحتمال الاولاني كان جايب بايل، في الاحتمال التاني جايب اكل من الاسوفجس. طب ايه رايك في الحاله بتاعتنا من شويه كان في جاستريكتومي، خده وصله على الاستومك، فكده جايب الاكل وبرضه اللي تحت جايب بايل. طب ايه رايك في حاجه رابعه، ان ممكن احيانا اوصله بالجول بلادر، الجول بلادر اهي اوصله بالجول بلادر، بقى جايب بايل وبقى ده جايب الاكل. حاجه سته وسبعه، ايه رايك اوصله بالبنكرياتيك سودوسيست، في حاجه اسمها بنكرياتيك رايحين لها، اروح موصل اللوب ده بيها، فتجيب السكريشنز واللي تحت جايب مين؟ جايب البايل والاكل مع بعض. يبقى اعمل بقى الرسمه بتاعتنا بتاعت رو اللي انا عملتها دي، واعمل اسهم منه كده يا جمالك، واكتب اوسوفكس اتوصل باوسوفكس في توتال جاستريكت، اكتب استومك والمثال قدامك ولا حضر الموضوع، اكتب بايل داكت، اكتب جول بلادر، اكتب بانكرياتيك سودوسيست، وده اللي انا فاكره في الرو ان واي، يمكن يكون في حاجات تانية له. رو ان واي تجربة رائعة. طيب